الثقافة وشيء كهذا. اسمي سهيل السوكي، كنقرا في لونيفرسيتي انغسيونال دو كازابلانكا. هذه اول مره لينا في لي جوز اولمبياد ديال لورونتال. سي اون اكسبيريونس بالنسبه لينا باش نكتشف هاد البلاصه اللي عمرنا جينا ليها، والحمد لله اون بو ناخذ لا بروميير بلاص في باسكيت في، تروزيام بلاص في الفوت، ان شاء الله المره الجايه ناخذ داكشي. سمعكم، سميتني عبد الحكيم شملال من لينصاد الحسيمه. جينا لهذا ليفينمون وجده وبفضل الله سبحانه وتعالى جبنا المرتبه الثانيه وفي الكره الطائره بفضل الجمهور نتاعنا اللي كان زعما الترا ديالنا، كانوا زوينين كاملين، وربحنا في كره القدم المرتبه الرابعه، وفي البلياردو جبنا المرتبه الاولى، وبزاف د المسابقات اللي ربحنا فيهم. وكنوجهوا التحيه للمدرسه لينصاد الحسيمه ولجميع الطاقم اللي شارك في هذا. السلام عليكم، معكم مشاركه هند فيلالي في 100 متر، مثلت بالمدرسه ديالي لو اس تي وجده. كانت صراحه مشاركه صعيبه ولكن توفقت فيها وربحت، والاقصائيات كانوا فيها بزاف ديال المدارس. شاركت مع لينصاد الحسيمه ولو ان سي جي ديال وجده، كنا حنا ثلاثه بينا وتوفقت انا في 100 متر. السلام عليكم، محمود أزداد رئيس جمعية مكتب الطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. الحمد لله الدورة الأولى ديال ليفينمون ديالنا داز بنجاح، ولكن كانوا بعض الصعوبات بصح قدرنا أننا نتجاوزوهم، ورانا كنحاولوا. رحنا دابا شعلنا المشعل باش يكونوا دورات أخرين، غادي نحاولوا باش يكونوا دورات أخرين ويزيدوا معنا المدارس أكثر من اللي كانوا معنا دابا، ويتزاد لو نومبر ديال الناس اللي غادي يشاركوا. حنايا حاولنا ننسقوا ما بين الطالب والرياضي والمقاول، يعني تحاول الا جمعتي ما بين هاد الثلاثه غادي تكون متكامل. وحنايا حاولنا نديروا الريزو اللي غادي يتجمعوا فيه كاع الطلبه ويعرفوا بعضياتهم، يعني ماشي كل واحد مقتصر على المدينه ديالو. دابا الطلبه ولاو معروفين بيناتهم، ولينا الا مشيتي لطنجه كتعرف الناس، مشيتي للحسيمه، مشيتي لكازا. والحمد لله قدرنا مع الكوميتي لي دورغانيزاسيون مع السي الرئيس زكريا قدرنا اننا ننجحوا هاد ليفينمون، وشكرا بزاف. الهبي الفريد مدير المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. هاد الالعاب الرياضيه الجامعيه لجهه الشرق مرت في ظروف جيده، والطلبه تعايشوا بروح رياضيه عاليه وفي اطار احترام متبادل. وسوف ناخذ بعين الاعتبار بعض الصعوبات التي تلقيناها في هذه النسخه باش التنظيم ديال النسخه المقبله يكون أحسن. وحنا في أول الأمر اختارنا مدينة السعيدية لأن مدينة سياحية، وهذه التظاهرة يعني خلقت واحد الديناميكية لتنشيط هذه المدينة. وأخيرا أريد أن أشكر جميع الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة، وفي مقدمتهم سيد رئيس الجامعة جامعة محمد الأول، والسيد عامل الإقليم بركان الذي كان يتتبع يعني هذا هاد التظاهرة شخصيا. وشكرا.